نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء في لقائنا الأسبوعي الذي نستهله بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي وفدا من رؤساء وممثلي الكنائس الرسولية في القدس. الأمير الحسن بن طلال يرعى احتفال يوم المياه العالمي. أمسيات فصحية تحضيرا لاستقبال القيامة المجيدة. أهلا بكم. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني وفدا من رؤساء وممثلي الكنائس في القدس برئاسة غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، حيث أكد جلالته موقف الأردن الثابت في دعم صمود كنائس القدس في حماية مقدساتها والحفاظ على المجتمع المسيحي في الأراضي المقدسة، وعلى موقف المملكة الثابت في الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والذي يحترم العيش المشترك وإدارة الكنائس لممتلكاتها. من جهتهم أعرب رؤساء وممثلو الكنائس في القدس عن تقديرهم الكبير للدور الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم المجتمع المسيحي في المنطقة وخصوصا في القدس، والذي يعزز من صمودهم ويساعدهم في الحفاظ على ممتلكات الكنائس والتصدي للتحديات التي تواجهها جراء الممارسات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة. في 22 من شهر آذار من كل عام يحتفل العالم بيوم المياه العالمي، وفي الأردن رعى سمو الأمير الحسن بن طلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بحضور هيئات دينية إسلامية ومسيحية. إلى التفاصيل. رعى سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس مجلس أمناء الجمعية العلمية الملكية الاحتفال الذي أقيم بمناسبة يوم المياه العالمي، والذي نظمه مشروع تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعي بالتعاون مع الهيئات الدينية ووزارات المياه والري والأوقاف والتربية والتعليم ودائرة الإفتاء وعدة مؤسسات دينية إسلامية ومسيحية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والسفارة الألمانية في عمان. وشدد سموه خلال الحفل على الحاجة لتضافر الجهود في إطار المشرق العربي لمعالجة التحديات المائية والزراعية والخدمية، كونه لا توجد دولة قادرة على مواجهة ذلك بمفردها. واضح جدا من الأرقام أن لا توجد دولة في المشرق العربي تستطيع أن تعالج مشاكلها المائية الزراعية والخدمية بمفردها، فلا بد من الحديث عن تضافر الجهود في إطار المشرق العربي. من جانبه قال وزير البيئة نايف الفايز وزير المياه والري بالوكالة إن وزارة المياه ورغم تحديات تفاقم الطلب على المياه مع أزمة اللجوء السوري تمكنت من إيصال خدمات المياه لما يتجاوز 95% من سكان المملكة وخدمة 63% من السكان بشبكات الصرف الصحي. لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 يوم المياه العالمي كمناسبة دولية يتم الاحتفال بها في 22/3 من كل عام، وبوصفها وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه والحفاظ عليه ومواجهة تحدياته. وفي كلمة لسماحة المفتي العام للمملكة الدكتور محمد الخلايلة أكد فيها على أهمية استثمار اليوم العالمي للمياه، انطلاقا من التأكيد على أهمية هذه النعمة، لا سيما وأن الأردن يعد من أفقر الدول بالمياه في العالم. فالدين هو أحد أهم محركات المجتمع، فقد كان له الأثر الكبير في بناء الوعي المجتمعي لتعريف الناس بأهمية المياه ومكانتها، كما شكل أهم الدوافع للحفاظ على المياه من الإسراف والتبذير أو الإتلاف والتلويث. وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية بالوكالة الدكتور عادل طويسي إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به الوكالة الألمانية للتعاون الدولي خاصة في تقديم برامج متخصصة لمعالجة مشاكل المياه، منها برامج التوعية والتثقيف بالتعاون مع وزارة الأوقاف. فالماء أصل الحياة وسر الوجود
وهو هبة الله للمخلوقات على وجه الأرض، وهو نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، ولولاه لما استقامت الحياة ولما ازدهرت الحضارات، وللماء قيمة مقدسة فضلاً عن قيمته في النشأة والحياة. وأشار ممثل الكنائس المسيحية في الأردن الأب نادر ساووق إلى أهمية المحافظة على المياه باعتبارها أكثر القضايا إلحاحاً، مشيراً إلى أهمية دور المرأة في تعزيز ثقافة ترشيد المياه. في ضوء تعليم الكتاب المقدس تستخدم الكنيسة المياه في صلواتها وطقوسها، وبالأخص في سر المعمودية الذي هو باب الدخول إلى الإيمان المسيحي. ولنا في الأردن أرض الحضارات والمقدسات، أرض المعمودية، أن يكون النهر الذي اعتمد فيه السيد المسيح على يدي يوحنا المعمدان حاملاً لإسم بلدنا الحبيب الأردن. وفي ختام الحفل قام سموه بالتوقيع على الإصدارات التي خرجت عن مشروع تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعي بالتعاون مع الهيئات الدينية. خلال الحفل الذي أقيم في قاعة كنيسة مار إلياس للروم الملكيين الكاثوليك بمنطقة مرج الحمام، وقع الأب جورج شرايحة على كتابه الجديد والذي جاء بعنوان حوارات أمام الله والناس، بمشاركة جموع من الآباء الكهنة والراهبات والمدعوين. إلى المزيد. قدم قدس الأب جورج شرايحة كتابه الجديد بعنوان حوارات أمام الله والناس، الذي يحتوي على مجموعة من الحوارات النثرية والمقالات الروحية، وذلك خلال حفل أقيم في قاعة كنيسة مار إلياس للروم الملكيين الكاثوليك بمنطقة مرج الحمام، برعاية الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن. وحضر حفل التوقيع قدس الأرشمندريت الدكتور بسام شحتيت النائب الأسقفي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، ولفيف من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية المختلفة، وجمع من المهتمين والمدعوين. وخلال الاحتفال قدمت السمعان إيجازاً عن كتاب الأب شرايحة، والذي شاركت فيه من خلال كتابة مقدمته، حيث شكرت الأب شرايحة على إنجازه هذا، والذي يوظف في ثناياه جوانب عدة تجمع على كلمة المحبة وأهميتها في حياتنا وعلاقتنا مع الآخرين. أجد في كتاب أبونا جورج هذا الذي يحتوي على مقالات وحوارات وأشعار نثرية رصدت في هذا الكتاب القيم. إنها جسه الأول هو التأكيد على كلمة المحبة وأهميتها في حياتنا وعلاقتنا مع الآخرين، وكيف أن كلمة المحبة صارت اسماً لله، والتي نادى بها السيد المسيح له المجد. أما في الهاجس الثالث، حيث يعرج ويتحفنا في شعره النثري المفعم بحب الحياة والوجود والتصوف والإيمان، سابحاً في رحم الحياة اليومية للإنسان، تاركاً لي مساحة من التأمل وفسحة من الأمل في غد مشرق مليء بالمحبة والإيمان المسيحي. راجية من الله كل التوفيق والنجاح للأب جورج، ومزيدا من التألق والإبداع دائما، وأيضا في مسيرته الكهنوتية والإيمانية. وشكرا لكم. وتحدث الأب شرايحة بإيجاز حول كتابه، شاكراً كل من ساهم في إنجاز هذا العمل الجديد، معبراً عن امتنانه لكل من شارك في هذا اللقاء. لقد بدل يسوع قلوب البشر بالمحبة، وعلمنا كيف نصل بصلاتنا إلى قلوب الناس. شكراً لكل من لبى دعوتنا اليوم من الأخوة الكهنة والأخوات الراهبات، كل الأخويات وكل الأصدقاء والمحبين هذا الجمع الكريم.
حوارات أمام الله كانت وصارت اليوم أمامكم، كانت أمام الله وصارت اليوم أمامكم جميعا. أتمنى أن تنال هذه الحوارات إعجابكم. وفي ختام الحفل وقع الأب جورج شرايحة على النسخ التي وزعت على الحضور متبادلا معهم الصور التذكارية. تحت عنوان لنصبح مجتمعا عالميا، عقدت مدارس الجالية الدولية بعمان بالتعاون مع جمعية الكاريتاس الأردنية مؤتمرها السنوي الثاني بمشاركة عدد من المدارس والمؤسسات والمنظمات الدولية التي تهتم بخدمة المجتمع. وتضمن المؤتمر إقامة عدة جلسات حوارية حول القضاء على شلل الأطفال في العالم وزيادة الوعي حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمحافظة على الحياة في العالم على كافة المستويات لجعله مجتمعاً واحداً ومتكاملاً، وأن بإمكان كل فرد أن يقوم بتطبيق هذه الأهداف في الحياة اليومية للمحافظة على الحياة ورفع مستواها ليس للإنسان فحسب بل في العالم أجمع. نشكركم لمشاركتكم لنا بالمؤتمر الثاني لخدمة المجتمع اللي احنا كل سنة بنعمله بالمدرسة. السنة اخترنا موضوع الأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى تكون هي الموضوع الرئيسي للمؤتمر عندنا. مؤتمرنا بضم طبعا مؤسسات كلها بتشتغل مع بالعمل التطوعي والخدمة المجتمع بالإضافة للمدارس اللي بتهتم بهذه الأمور. لقاءنا بلش بالحديث عن شلل الأطفال اللي هو كان وباء عالمي يهدد أغلب أطفال العالم، والحمد لله هلأ الشغل ماشي إنه نقضي عليه تماما. الموضوع الثاني اللي رح نحكي فيه اللي هو كمان كيف تحسين نوعية التعليم وشو المشروع اللي عملوه طلابنا حتى يقدروا إنه هن يحسنوا نوعية التعليم في مناطق بسيطة نائية وبعيدة، وكيف مقدرين يساعدوا الأطفال اللي فيها. طبعا المشروع كان برعاية ومساندة كاريتاس. برعاية الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات في الأردن، أقامت أخوية القديسة ماري ألفونسين في السلط احتفالاً بمناسبة عيد الأم، حضره الأب رياض حجازين راعي كنيسة اللاتين في السلط وعدد من الأخوات الراهبات والفنانين وجمع غفير من المدعوين. وأجمع المتحدثون في الحفل أن هذا اللقاء يجمعنا فيه فرح البشارة تحت ظل أمنا السماوية مريم العذراء في يوم عيدها لنقلنا إلى فرح القيامة، خاصة بعد عيشنا هذه الأيام مسيرة الصوم الأربعيني المقدس. وأكدوا على أهمية تمتين العلاقة مع الله والآخرين من خلال زرع الفرح والمحبة مع الناس بدءا بالأقربين من حولنا. بشكركم إنكم سمحتوا لي أني أكون هون معكم بهذا النهار المميز مع كل أخ، صديق، أخت، أم أو تيتة كمان. فأنا أم لثلاث أطفال، مش أطفال بدي أقول، بس الأم دايماً قد ما بيكبروا أولادها بتضلها تقولهم أولاد صغار، ما عمرهم بيكبروا بنظرها، لكن بيكبروا بأعمالهم، بموقعهم بالمجتمع. فموقع كل شخص بموجود بهالمقاعة هون أكيد له موقع بالمجتمع، عم بيخدم كنيسته بفرح وديانتنا ومحبتنا لبعض دائما تكون بفرح، الفرح بقلبنا لأنه يسوع بقلبنا. نحن اليوم حبينا نعيش على مثال الجماعة المسيحية الأولى، حياة المحبة، حياة الشراكة. حبينا يكون هذا اليوم تحت إنساني فاضلة تائية متواضعة، دكتورة باسمة السمعان مديرة قناة نورسات الأردن، بمناسبة عيد البشارة وزمن الصوم وعيد الأم وعيد الكرامة. حبينا نجمع كلنا من المملكة أخويات أهالي نعيش كرياضة روحية مع بعض، نتقاسم كلمة الله، المحبة، لقمة العيش مع بعض. بحب بالنهاية أشكر مدير عام قناة نورسات الدكتورة باسمة السمعان والموظفين اللي خلف الكواليس. بحب أشكر جمعية آل قمو ممثلة بالسيد فايق قمو. بحب أشكر كل إنسان ساعدنا وتبرع لنا. ومناسبة عيد البشارة وعيد الأم وعيد الكرامة بقول للكل كل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم يا رب بالصحة والسلامة، وبتمنى للأردن السلام والوئام والمحبة. شكرا كثير لكم. بعد انقضاء زمن الصوم الأربعيني
يتحضر المؤمنون لاستقبال عيد القيامة المجيد، حيث أقيمت الأمسيات الفصحية في عدد من الكنائس. المزيد في التقرير التالي. في كل عام وخلال زمن الصوم الأربعيني المقدس، تتحضر العديد من جوقات الترانيم لإحياء أمسياتها الفصحية التي تتضمن مجموعة من الترانيم الخاصة بالآلام والصلب والقيامة. وببركة رئيس أساقفة بيلا وشمال الأردن المطران فيليمونس مخامرة، وتحت رعاية السيد مشيل نصار، أحيت جوقة رقاد السيد العذراء للروم الأرثوذكس أمسية فصحية بمناسبة الأعياد المجيدة في كنيسة الروم الأرثوذكس بمحافظة المفرق، وسط حضور جموع من أبناء الرعية والمدعوين. وتألقت الجوقة بقيادة المرنم الأول في الأردن الدكتور رامي سماوي بتقديم مجموعة رائعة من التراتيل البيزنطية، حيث رسموا لوحة فنية فسيفسائية رائعة بأصواتهم الشجية وأدائهم المميز وألحانهم العذبة. وفي الختام قدم قدس الأب جري السماوي دروعا تذكارية إلى راعي الحفل وللضيوف الكرام. وأحيت جوقة ينبوع المحبة بقيادة طعم جبارة وبمشاركة جوقة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس بقيادة مهند أبو الزلف أمسية فصحية مشتركة في كنيسة رقاد العذراء مريم للروم الأرثوذكس في محافظة مأدبة، بحضور الأرشمندريت إنيكونديوس والأب نيقولا داود والأب يوسف حمارنة وعدد من الآباء الكهنة. وقدمت الجوقتان بحضور جموع المؤمنين مجموعة من روائع الزمن الفصحي. دعت الكنيسة إلى يوم نشاط فيها، وهو جمع فرقتين من فرق المملكة الأردنية التي أسست في مادبة وفي عمان، فرقة سان جورج للروم أرثوذكس في مادبة وفرقة ينبوع المحبة في عمان. قدمنا فيها الليلة الفصحية لأبنائنا في هذا البلد في مادبة، وكانت ليلة جميلة جدا استمتع فيها أبنائنا، وانتشلنا بقلوبنا إلى السماء لمخلصنا ربنا الذي صلب من أجلنا على الصليب. جوقة ينبوع المحبة اليوم مع جوقة القديس جورجيوس في كنيسة الروم الأرثوذكس في مادبة لأول مرة بنعمل أمسية مشتركة، خلينا نحكي كجوقة كاثوليكية وجوقة أرثوذكسية. هذا بيعني لي الكثير أنا كطعمة كمسؤول ينبوع المحبة، لأنه خلال 15 سنة وكما بتعرف أنه الجوقة هي جوقة مسكونية، هاي أول مرة نحن منأدي عمل مشترك. هاي بوابة جديدة، مفتاح جديد حتى إحنا كما الإخوة نكون مع بعضنا البعض. مرة تانية نشكر الله على العطايا الكبيرة وعلى المحبة الكبيرة اللي لمسناها اليوم بكنيسة الروم الأرثوذكس، وإن شاء الله للأمام ولقدام نقدر نشتغل مع بعض أكثر وأكثر. كان إشي حلو، يعني لما بنحكي أيام الفصح يعني أيام البيزنطية، يعني
يعني موسيقى بيزنطية، تراتيل بيزنطية، يعني بيخلي الواحد يحلق في السماء زي ما بيحكوها. وبتمنى للكل كل عام وهم بخير وسنة خير على الجميع وفصح مبارك على الجميع يا رب. ارحمني يا الله. وفي كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي، وتحضيراً لاستقبال حدث القيام المجيد، أحيا المرنم فارس عباسي بمرافقة المرنمة ناتالي سمعان أمسية الألام تحت رعاية قدس الأب علاء شربش راعي الكنيسة. وقدم المرنمان باقة من الترانيم الفصحية المميزة بأصواتهم الشجية. يا أمة يسوع يا أمي ويا أملي الذي أعتق آدم في الأردن ختن البيعتي سمرة. يا قلبي الحزين يا جرحي الأليم أهوى على ابني موته يفزعني ذات السياق. شاركت فرقة تراتيل المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في الأشرفية بصلاة النوم الكبرى التي أقيمت في كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس في منطقة العبدلي، والتي ترأسها الأب سالم مدانات راعي الكنيسة بحضور جموع المؤمنين. اسمعوا إلى أقاصي الأرض لأن الله معنا، أيها الأقوياء انقلبوا لأن الله معنا، لأنكم وإن قويتم فستنغلبون أيضا لأن الله معنا. أحيت المرنمة ميرفة الأشقر أمسياتها الفصحية في كنيستي العذراء الناصرية في الصويفية وكنيسة مار إلياس بمنطقة مرج الحمام بحضور جموع من المؤمنين. إلى المزيد. على درب الصليب المقدس سارت قلوب المؤمنين في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصويفية مع ترانيم الألام التي أحيتها المرنمة ميرفة الأشقر القادمة من ناصرة السيد المسيح في أمسية ترانيم وصلاة نظمها مكتب فضائية نورسات في الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان بالتعاون مع الأب أنطون هريمات راعي الكنيسة. المرحلة الأولى لنتأمل يسوع محكوماً عليه بالموت. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. نحبك يزيد أدمعي. وعلى مدار 14 مرحلة لآلام وصلب السيد المسيح رنمت الأشقر مع مؤمني الكنيسة وجموع الحاضرين لإحياء الجمعة الأخيرة من صلاة درب الصليب، وهي الجمعة الخامسة من الصوم الأربعيني المقدس. يا ليت قلبي ينمو منك.
وبعد الأمسية وختام الصلاة شكر راعي الكنيسة الأب هريمات المرنم الأشقر على إحيائها لمراحل درب الصليب بصوتها العذب برفقة العازف نزار الخاطر، وشكر أيضا فضائية نورسات على تغطيتها ومشاركتها لكل نشاطات وفعاليات الكنيسة. وبكلمات مليئة بالمحبة والعرفان عبرت الأشقر في حديثها لنورسات عن غبطتها لمشاركتها جموع المؤمنين في الأردن هذه الأمسية المميزة، وشكرت بامتنان نورسات الأردن والقائمين عليها ورعية العذراء الناصرية وراعيها. أؤمن بأن كل أرض هي مقدسة منذ اللحظة التي فيها الكلمة صار بشراً وحل فينا وسكن بيننا، فكم بالحري إذا كنت أنا هذه الفتاة المتواضعة الآتية من الناصرة، فمن الناصرة إلى الأردن تحية محبة وسلام وأمل ورجاء. رسالتي بأن نتذكر دائماً بأن حياة المسيحي لا تتوقف عند الصليب والآلام والجلجلة والجمعة العظيمة، فهناك فرح ونور القيامة والرجاء لأن إلهنا حي حقاً. أنت مجهود جريح ليس فيك من شفاء. وتحت رعاية الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن أحيت المرنمة ميرفة الأشقر أمسية فصحية في كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك بمنطقة مرج الحمام بحضور عدد من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية المختلفة والأخوات الراهبات وجموع من المؤمنين. يسوع يحمل الصليب، من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي. اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. وقدمت الأشقر برفقة العازف نزار الخاطر باقة من التراتيل الفصحية من وحي المناسبة. ضمن حملاتها الطبية المجانية نظمت مؤسسة الهدف للتدريب، وهي مؤسسة غير ربحية، يوما طبيا مجانيا في كنيسة مار إلياس بمرج الحمام بمشاركة أطباء أردنيين متطوعين من مختلف التخصصات الطبية. وقالت مديرة المؤسسة مران معايعة إن هذه الحملة تأتي ضمن حملات واسعة ومكثفة تشمل كافة محافظات ومناطق المملكة، وتعالج يومياً نحو 350 حالة من المراجعين الأردنيين واللاجئين، وتقدم لهم الأدوية المجانية. منعالج ومنساعد تقريباً 350 باليوم مريض من مختلف محافظات المملكة بغض النظر عن الدين، عن من أي بلد عم بيجوا، لأنه إحنا بهاي البلد إحنا وحدة. العراقية هلأ بفترة متألمين فيها، إحنا منوقف معاهم. في كتير عائلات أردنية محتاجين هذا الدعم الطبي، برضو احنا منساعدها منوقف معهم. عنا بهاي الحملة غير عن كل الحملات اللي بيجوا متطوعين من برا، الدكاترة جميعهم أردنية حبوا يعطوا من وقتهم. عنا دكاترة نسائية، عام، جراحة،
غدد، أطفال، يجوا كلهم مع بعض عشان نقدر نساعد فئة محتاجة من مجتمعنا الأردني. كوحدة واحدة إحنا هون عم نكون موجودين ومنقدم الأدوية مجانية لكل مريض عم بتعالج. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي وفدا من رؤساء وممثلي الكنائس الرسولية في القدس. الأمير الحسن بن طلال يرعى احتفال يوم المياه العالمي. أمسيات فصحية تحضيرا لاستقبال القيامة المجيدة. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.